الهجنة العربية الأصيلة ينطلق على بركة الله شوطنا 17، وهو شوط مخصص للإبكار من مسافة 5 كيلومترات. نتابع التحديات ونتابع أول المراكز، نتابع المركز الأول من تنطلق في هذا الشوط مستحيل للسيد مبارك بن خميس بن عامر العمري، ينطلق في أول المراكز، بينما المركز الثاني اللي خطفت المركز الأول في هذه اللحظات نتابع اللي تحمل رقم 33 القادمة مشاهدين الأعزاء في هذا التحدي مع ودان لعلي بن فيدان بن علي بن فيدان المري، يتصدر على هذه المجموعة بالانطلاق الأول مع ودان، بينما المركز الثالث شعار العطية يتواجد وينطلق مشاهدين الأعزاء حمد بن عبد الله بن خالد العطية تواجد في ثالث المراكز مع زاير، بينما المركز الرابع القادمة والمنطلقة في هذا التحدي نتابع مشغله للسيد حمد بن صالح بن حمد بن ناصر بن دلموك المري، يتقدم في هذه اللحظات مع مشغله في المركز الرابع، بينما المركز الخامس نتابع مشاهدي الأعزاء الشهانية للسيد جابر بن فرج بن عايض العذبة المري. هذه النتيجة مشاهدي الأعزاء للمراكز الخمس الأولى، ونذهب مجددا ونتابع الصدارة والمقدمة مشاهدي الأعزاء. ودان لعلي بن فيدان بن علي بن فيدان المري يتصدر وينطلق في هذا الشوط، بينما المركز الثاني مع زاير في المركز الثاني حمد بن عبد الله بن خالد بن عبد الله العطية، بينما المركز الثالث الوصول في هذه اللحظات مع الشهنية لجابر بن فرج بن عايض العذبة المري، بينما المركز الرابع نتابع مشاهدينا الأعزاء مستحيل المبارك بن خميس بن عامر العمري يتواجد في المركز الرابع، بينما المركز الخامس نتابع شعار بالعجب القادم والمنطلق في خامس المراكز مع غلا لسالم بن محمد بن حمد آل بريص المري، وهنا أيضا من الجانب الآخر شموخ شعار الفتوح محمد بن سالم محمد بن بخيت المري. هذه النتيجة مشاهدي الأعزاء للمراكز الخمسة الأولى، لا زالت الأمور والسيطرة حتى هذه اللحظات نتابع من خلال تواجد ويدان على المقدمة بشعار بن فيدان علي بن فيدان بن علي المري يتواجد في المركز الأول، بينما المركز الثاني نتابع القادمة والمنطلقة في هذا الشوط الشهانية لجابر بن فرج بن عايض العذبة المري يتواجد مع الشهانية في ثاني المراكز، وثالث التحديات تأتي شموخ تبحث عن مركز الشموخ، هنا مشاهدي الأعزاء محمد بن سالم محمد بن بخيت المري شعار الفتوح يتواجد وينطلق في هذا الشوط، بينما المركز الرابع شعار العطية شعار حمد بن عبد الله بن خالد بن عبد الله العطية وتواجد خامس المراكز. نتابع يأتي في هذه اللحظات شعار سالم بن محمد بن حمد آل بريص المري بتواجد هذا الاسم المميز غلا تأتي على خامس المراكز. هذه النتيجة مشاهدي الأعزاء، وتعدينا لائحة 2 كيلومترات عن نهاية هذا الشوط وعن معرفة بطلة هذا الشوط، ولكن نعود إلى ودان. هذه ودان مشاهدي الأعزاء لازالت متصدرة ومحافظة على هذا المركز، محافظة على ناموس هذا الشوط حتى هذه اللحظات للسيد علي بن فيدان بن علي بن فيدان المري على المركز الأول يقدم ودان، ولكن المركز الثاني هذه الشهانية رافعة راية الخطورة والتهديد تأتي مع ثاني المراكز لجابر بن فرج بن عايض العذبة المري، والقادمة شموخ مع ثالث المراكز، هذه شموخ للسيد محمد بن سالم بن محمد الفتوح المري يتواجد وينطلق في ثالث المراكز، بينما المركز الرابع تتقدم في غلا لسالم بن محمد بن حمد آل بريص المري مع المركز الرابع. المركز الخامس يا سلام يا سلام الشهانية خليفة بن أحمد بن خليفة العطية يأتي لأول إذاعة مع الشهانية في خامس المراكز، بدأت الأسماء بالدخول والانطلاق في عالم الإذاعة، ولكن نعود إلى الصدارة، نعود إلى المركز الأول، الأمور والسيطرة مشاهدينا الأعزاء. نتابع التغيير اللي طرى وجرى على مقدمة الشوط، شموخ على الصدارة، شموخ مع الفتوح محمد بن سالم
أو هنا نتابع أيضا ويدان لعلي بن فهيدان بن علي بن فهيدان المري، ولكن هنا شعار الفتوح مع شموخ يأتي مع ثاني المراكز محمد بن سالم محمد بن بخيت المري. إذا المشاهدي الأعزاء المركز الأول والثاني أعلن الفارق المستحيل عن بقية المراكز. نتابع الصدارة مشاهدي الأعزاء، ويدان، هذه ويدان مشاهدينا الأعزاء على البداية على المقدمة، ولكن شموخ تحاول في الأمتار الأخيرة لمحمد بن سالم بن محمد بن بخيت المري، وويدان على الصدارة، ويدان لعلي بن فهيدان بن علي المري على المقدمة. يقدم ويدان في هذا التحدي المميز ويريد أن ينتزع ناموس هذا الشوط. هذه ويدان مشاهدين الأعزاء على الصدارة، ولكن شموخ تحاول في الأمتار الأخيرة تنطلق مع ثاني المراكز محمد بن سالم محمد بن بخيت المري. خط النهاية مشاهدين الأعزاء ما بين الفتوح وهنا أيضا شعار بن فهيدان، ولكن خلاص شموخ غيرت على البداية. شموخ انطلقت انطلاقة مميزة إلى الأمتار الأخيرة مع المئتين متر الأخيرة. هذه شموخ مشاهدين الأعزاء تختطف هذا الناموس المميز. تهانينا للفتوح على هذا الإنجاز، محمد بن سالم محمد بن بخيت الفتوح المري، تهانينا على فوز شموخ بالمركز الأول. ولحظة الوصول إلى خط النهاية المركز الثاني جاءت فيه ويدان لعلي بن فهيدان بن علي المري المركز الثالث. جاءت فيه مشاهدي الأعزاء ومتابعين الفاضل الترتيب محمد بن حمد بن راشد العذبة المري المركز الرابع. جاءت فيه مكرمة لمسعود بن ناصر بن حمد المري المركز الخامس. وصلت فيه رهان لحمد بن جلال الله بن علي بن حسين البريدي. إذن المشاهدين الأعزاء تهانينا والناموس مرة أخرى إلى مالك شموخ محمد بن سالم محمد بن بخيت الفاتوح المري على هذا الفوز. كما نتابع لحظات الإعادة من مخرجنا العزيز التوقيت الزمني لشموخ صاحبة المركز الأول 7:33 69 جزء من الثاني. تهانينا وناموس. بينما المركز الثاني ويدان قدمت أداء وعرض جميل علي بن فهيدان بن علي بن فهيدان المري. التوقيت الزمني 7:33:88 جزء من الثانية. إذن مشاهدي الأعزاء هذا الشوط أفضل توقيت وكان مع شموخ. تهانينا للفتو على التوقيت الأفضل في صباح هذا اليوم. نتابع المركز الثالث التوقيت الزمني صاحبة المركز الثالث ترتيب محمد بن حمد بن راشد العذبة المري والتوقيت الزمني 7:41:55 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لجميع الفائزين.